طلعت الصورة ولا باقي؟ بما أن يعني أنها قادرة في الكتب في مكتبة. وش الله؟ من هذولا؟ وش تقولنا؟ هذولا عيال أختي الصغير أحمد والكبير عبد الله. أقول لهم اشتقت لكم. ترى قبل ثلاث أيام مدى أربع أيام كان أجيب طريقهم والله أحمد. اشتقت لهم واجد ولا شوي؟ حليلة. والله إني اشتقت لهم واشتقت لأختي واشتقت لأخوهم الصغير بعد عزام. اشتقت لهالي كلهم. إيش رأيك؟ أظن خاصهم يبدوا ظنك إنهم مشتاقين لكم؟ دامهم يشوفوك على الشاشة يعني ما أتوقع يعني شوفتهم على الشاشة يعني هم مرتاحين أكثر من كونك أنت يعني ودك إنك أنت تشوفهم دايم. والله هذا الشعور ترى عشته. جربت الشعور يعني أي بعد أي بعد ممكن الواحد يتحمله إلا البعد عن الأهل. بالضبط. البعد عن الأهل فيه ألم مجرد ما يجي طاري الأهل أو شخص أنت اشتقت له تحس بتغيرات فيزيائية داخلك. والله تحس بشيء عجيب قاعد يتحرك داخلك. صح. أقسم بالله أنا شفت طرف جوالك تو وحسيت إن هي الصورة وطلعت هي الصورة. أحمد تعال. الحمد ربك ما جو عيال أختك. أنا يوم جاوا عضاني خصم. إيه لا الحمد لله أجل لا يجون. 300. لا والله العظيم. أنت لا يجون. والله يعطونك خصم كبر خشمك. والله إذا جو الأهل خليهم يخصمون. عاد توهم. أنا والله جو عضاني 300 بشرك. عاد هم من سكان الرياض كانوا وكنت أشوفهم دائما الحين. لكن الله. قالوا برا الرياض راحوا القصيم. عاد إذا قالوا مثل هذه الطريق يعني ترى يزيد غلط. هذا اللي يخلي الواحد. لكن الله يحفظهم الله يحفظهم يا رب ويجعلهم يحفظ كتابه ويقر أعين والديهم بصلاحهم يا رب العالمين. طيب معلش يا أحمد الفراج يا أخي